مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور. يسود طقس مغبر على 28 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة 16%، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار يوم غد بإذن الله، حيث تبقى المملكة تتأثر بالموجة الحارة وبالتالي أجواء حارة بشكل لافت. الإربد تسجل 38 إلى 25، المفرق 38 إلى 24، عجلون 37 إلى 24، أما جرش 36 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة، البلقاء 39 إلى 27، الزرقاء 37 إلى 24، عمان 35 إلى 25، البحر الميت 45 إلى 30، أما مأدبة 37 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك 33 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 26، الشوبك 34 إلى 25، معان 35 إلى 22، أما العقبة طقس حار 41 إلى 29. المنطقة الشرقية الأزرق 40 إلى 23، الصفاوي أتربة مثارة 38 إلى 22، الرويشد أيضا أتربة مثارة و37 إلى 21. إلى اللقاء.